موعد استثنائي وحدث دولي هام يروج للجزائر كوجهة سياحية هو الصالون الدولي للسياحة والأصفار الذي افتتح في طبعته 23 تحت شعار عطلتي في بلادي، حيث يعرف الصالون هذا العام مشاركة 400 عارض من داخل وخارج الوطن. هذا الحدث السنوي الهام يعتبر موعدا أساسيا للمتعاملين السياحيين من وكالة سياحية ومؤسسات فندقية، يسمح لهم تسويق منتجاتهم وتبادل التجارب في ميدان الأصفار والاستثمار السياحي، اللذان يشهدان تقدما مستمرا من سنة لأخرى. كما يعتبر هذا الحدث فرصة للزوار والاكتشاف كنوز الجزائر السياحية والعروض المتاحة في مجال السياحة والأصفار. أكثر من 400 مشارك، منهم أكثر من 16 بلد أجنبي. الجزائر تستحق منا كل التسويق أو كل المجهود التسويقي بحكم شساعة هذا البلد الذي حبانا الله به. المشاركات كانت متنوعة من قبل الشركات والمؤسسات الناشطة في المجال، ومن بين أبرزها مجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية. هذا المجمع المتعدد الفروع يسعى من خلال هذه المشاركة إلى البحث عن شراكات جديدة والتعريف بخدماته بشكل أكبر. يشمل المجمع 17 مؤسسة فرع، وتضم 73 وحدة فندقية وحماوية موزعة عبر مختلف التراب الوطني، مما يمثل 23% من القدرة الوطنية للإيواء. تبعا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، أقرر مجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية بتقديم عروض امتيازية في مجمل وحدات والفروع التابعة للمجمع. مع حلول موسم الاصطياف ككل سنة، تسطر مؤسسة التسيير السياحي تيبازا برنامج ثري لاستقطاب السواح والزوار من كل مختلف ربوع الوطن والأجانب، وكذا الجالية الجزائرية تحت شعار عطلتي في بلادي. ولكون ولاية وديسوف ستكون مطلع الخريف القادم على موعد مع مهرجان السياحة الصحراوية، اختارها المنظمون لتكون ضيف شرف هذه الطبعة. مثل هذه التظاهرات الهامة والمواعيد الخاصة بالسياحة ستكون لها إضافة من أجل تطوير السياحة على مستوى ولاية الوادي. مهرجان السياحة الصحراوية الذي سيكون موعده إن شاء الله في هذه السنة سيكون أكثر احترافية وأكثر تحضير، بالتالي سيكون الفسحة أو المجال للمتعاملين وأصحاب الفنادق يكونوا جاهزين لاستقبال هذا الحدث. الصالون الدولي للسياحة والأصفار الذي سيتواصل على مدار 4 أيام هو فرصة للمتعاملين والمهنيين في قطاع السياحة للتعريف بفرص الاستثمار السياحي الداخلي والترويج للجزائر القارة كوجهة سياحية بامتياز.